السلام عليكم. المحاضرة الخامسة لطلبة المرحلة الرابعة قسم هندسة تقنيات الحاسوب في كلية العراق الجامعة في مادة الكمبيوتر نتوركس. شباب، محاضرتنا اليوم هي للشابتر الثالث. احنا بالمحاضرات السابقة اخذنا الشابتر الاول اللي كان الـ Error Detections and Error Corrections، بعدين اخذنا الشابتر الثاني كان الـ Flow Control واخذنا البروتوكولات بي، واليوم محاضرتنا هي الشابتر الثالث. شباب، الشابتر الثالث راح يكون Network Layer. Network Layer، احنا الشابترين السابقات كانت هي عبارة عن Mechanism في الـ Data Link Layer. من خصائص الـ Data Link Layer احنا اخذناها بالكورس الاول، الليارات السبعة الـ OSI Model، اخذنا كل الليارات وكل خصائصها. من خصائص الـ Data Link Layer بتقنية كشف وتصحيح الخطأ وبتقنية الفلو كنترول. فبالشابتر بالفصل الثاني سمستر 2، شابتر 1 وشابتر 2 هو شرح تفصيلي وكيفية حساب وإيجاد وكشف الخطأ وتصحيحه، ومن ثم تقنية الفلو كنترول والبروتوكولات اللي أخذناها في حالة إذا كانت الشانل نويزلس أو إذا كانت الشانل نويزي. اليوم شباب شابتر 3 راح يكون هو Network Layer. Network Layer يعني خلصنا من Data Link Layer، راح نبلش اليوم بالNetwork Layer. قبل لا أدخل بتفاصيل الشابتر شباب، طبعا موضوعنا احنا بصورة عامة لهذا الشابتر هو Addressing، العنونة. قبل لا أدخل بتفاصيل الشابتر شباب، بس مراجعة بسيطة وسريعة لأنواع Addressing. احنا سابقا بالكورس الأول شرحت لكم آني الأدريسينج وكل لاير شنو نوع العنونة اللي يقدمها. مثلا عندي بالداتا لينك لاير ينطيني عنونة، نوع العنونة بالداتا لينك لاير تسمى فيزيكال أدريس. فيزيكال أدريس، وقلنا الفيزيكال أدريس هو نفس الماك أدريس. الماك أدريس، الماك أدريس هو عنوان أو نوع من أنواع العنونة يقدمها إلي جهاز السويتش. جهاز السويتش، وعليه السويتش بيا طبقة، السويتش يعتبر بالطبقة الداتا لينك لاير. السويتش هو بطبقة الداتا لينك لاير. قبل السويتش، حتى بما أن دخلنا بموضوع الأجهزة، عندي الهب. الهب بيا لاير يشتغل، الهب يشتغل بالفيزيكال لاير وبدون عنونة. الهب يشتغل بالفيزيكال لاير وبدون عنونة. مثل ما نعرف احنا الفيزيكال لاير راح يحول لي الداتا البتات البتس، شكل الداتا يكون بتس. هذه البتس تحول الى اشارة كهربائية حتى تنقل بالوسط الناقل. فالهب يتعامل مع هذا اللاير اللي هو الفيزيكال لاير، لانه الهب ياخذ الاشارة ويبثها لكل الاجهزة. من خصائص الهب انه ياخذ السيجنال الاشارة البتات ويبثها لكل الأجهزة، فهذه كانت من مشاكله. هو مو موضوعنا اليوم، مجرد أنا أرد أذكر بالعنونة. الفيزيكال لاير هب وبدون عنونة، الداتا لينك لاير بعنونة فيزيكال أدريس، جهاز السويتش اسم العنونة ماك أدريس، يعني الماك أدريس هي نفسها الفيزيكال أدريس. بلاير 3 اللي هو كان النيتورك لاير، النيتورك لاير ينطيني نوع من العنونة اسمه لوجيكال أدريس، وقلنا اللوجيكال أدريس من يوفر لي يا جهاز الراوتر، واللوجيكال ادريس الاسم الثاني اللي هو اي بي. نوع العنونه لوجيكال ادريس يعني اي بي. اوكي، اي بي هو العنوان اللي اني انطيه للراوتر او انطيه للحاسوب. الكمبيوتر او الراوتر انطيهم عنونه، نوع العنونه تسمى اي بي. اي بي هو يعني لوجيكال ادريس. واضح شباب؟ بالترانسبورت لاير اخذنا عنونه سميناها البورت ادريس، والبورت ادريس قلنا هذه شو تكون؟ بروسيس تو بروسيس، يعني من عمليه معالجه في حاسبه في شبكه ما الى عمليه في حاسبه في شبكه اخرى، فش نحتاج؟ نحتاج البورت ادريس. واضح؟ النوع الرابع من العنونه اخذناه سميناه سبيسيفيك ادريسينج، وهو على سبيل المثال ايميلك الشخصي. الايميل الشخصي هذا هو النوع الرابع من العنونة، يسمى Specific Address. واضح؟ هذه هي أنواع العنونة بشكل عام.
اليوم احنا شباب شابتر 3 يحكي بالنتورك لاير. النتورك لاير يوفر لي لوجيكال ادريسنج. لوجيكال ادريسنج شنو يعني؟ لوجيكال ادريسنج يعني اي بي. واضح؟ فندخل بتفاصيل اللوجيكال ادريسنج ونشوف شنو عندنا اليوم هنا. اللوجيكال ادريسنج انه هو الاي بي. الاي بي طبعا اكو عندي اي بي ان، اني عندي اي بي فيرجن 4 وعندي اي بي فيرجن 6. اي بي فيرجن 6 شباب لحد الان لم يستخدم على مثلا نقول على مستوى دولنا، يعني اكو بعض الدول المتقدمه استخدمت اي بي فيرجن 4 مثلا سنغافوره وكوريا الجنوبيه وبعض الدول. فاحنا ان شاء الله بالشابتر يعني القادم ان شاء الله شابتر 4 راح ندرس الاي بي فيرجن 6 ايضا، راح ندرس الستراكشر مالته والهيكليه مالته وشلون يشتغل وطريقه الحساب مالته، لكن ندخل بتفاصيل الاي بي فيرجن 4 اكثر، لان احنا شغلنا حاليا هسه انا من اسوي شبكه وانطي اي بيات للحاسبات وللراوتر انطي اي بي فيرجن 4، بعدني ما استخدم الاي بي فيرجن 6. واضح شباب؟ زين، اليوم احنا موضوعنا هو لوجيكال ادريس، قلنا اللوجيكال ادريس هو الاي بي فيرجن 4. زين، هذا الاي بي فيرجن 4 شباب شنو الخصائص مالته؟ اول خاصيه شباب للاي بي فيرجن 4 هو يكون يونيك. شنو يعني يونيك؟ يعني فريد من نوعه. شنو يعني فريد من نوعه شباب؟ يعني الاي بي اللي انطيه لجهاز معين سواء كان راوتر او حاسوب لا يمكن انطيه لجهاز اخر في نفس الوقت. واضح؟ راح اعيدها. الاي بي اللي انطيه لحاسوب او راوتر في وقت معين لا يمكن انه انطي هذا الاي بي نفسه لحاسبه اخرى او لراوتر اخر في نفس الوقت، ولذلك يسمى يونيك. اوكي، هذه هي الخاصيه الاولى. الخاصيه الثانيه هو يونيفرسالي، هو اي بي عالمي متفق عليه، كل الدول تشتغل بهذا الحساب وبهذا النظام، نظام الاي بي، يعني ماكو دوله عن دوله تفرق، كلها تلتزم بهذه الخصائص تبع الاي بي فيرجن 4. طول الاي بي فيرجن 4 32 بت، يعني لا يمكن يكون اكثر من هذا الرقم ولا اقل من هذا الرقم. هذه الـ 32 بت شباب، 32 بت مقسمة على أربع بايتات، مقسمة على أربع بايتات، يعني عندي بايت 1، بايت 2، بايت 3، بايت 4، كل بايت هو 8 بت، 4 في 8 تنطيني 32 بت، أوكي؟ إذن IP version 4 addresses is 32 بت long، bits long، طول الـ IP إيش قد؟ 32 بت. مقسمة على أربع بايتات. واضح؟ بعد شنو عندي؟ IP version 4 addresses شي يكون؟ يكون يونيك، فريد من نوعه، وأيضا هو universal. زين، بما أنه هو طوله 32 بت، طوله شقد؟ 32 بت، أنا دا أشتغل binary 0-1. واضح؟ فإذا نظامي ثنائي، إذا 2 أس 32 هذا عدد الأدريسات الكلي، عدد العناوين الكلي اللي يوفره اي بي فيرجن 4 ايش قد؟ هو 2 اس 32 ويساوي 4,294,967 او العفو 4 مليار هنا، يعني تقريبا 4,294,967,296 اي بي. الرقم يعني مو حساب يعني. اوكي، هذا هو عدد الاي العناوين، عدد الادريسات اللي ينطيها اي بي فيرجن 4 ويوفرها، هو 2 اس 32، هذا هو الرقم. اوكي، ما اريد اعيده حتى ما اخطا به شباب. اوكي، زين، نجي للنوتيشنز. النوتيشنز هي طريقه كتابه الاي بي. شلون اني اقدر اكتب الاي بي؟ الاي بي يكتب بطريقتين، يا اما يكتب بطريقه الباينري نوتيشن، اقدر اكتبه بطريقه الباينري، يعني الاي بي 32 بت اكتبه بطريقه 0-1 بهذا الشكل، هذا يسمى باينري نوتيشن. هذه الطريقه الاولى، اقدر اكتبه بهذه الطريقه 32 بت اكتبهم 0-1. واضح؟ او الطريقه الاخرى شباب هنا تشوفوا ليها دوتد ديسيمال نوتيشن. Dotted Decimal Notation. إذا الطريقة الثانية هي Decimal Notation. شنو يعني Decimal؟ يعني رقم 20، يعني أرقامنا العادية نتعامل بها. أكتب الـ IP بطريقة Decimal. Dotted شنو شباب؟ معناها أكو بين رقم ورقم أكو عندي Dot، يعني Dot نقطة.
بين رقم ورقم يفصل عندي بنقطة. هذه طريقة كتابة الاي بي. إذا أكتبه بطريقة الدسمول عبارة عن 4 بايتات بين بايت وبايت، شنو أخلي؟ أخلي نقطة. هذا هو، أوكي؟ هذا هو طريقة الدسمول، أوكي؟ أرقام عشرية، 4 أرقام عشرية، كل رقم هو بايت، هذا بايت أول، هذا البايت الثاني، هذا البايت الثالث، هذا البايت الرابع. شباب، من أقول بايت يعني هذا كل رقم هو 8 بتس، كل رقم هذا هو 8 بتس، هذا 8 بتس، هذا 8 بتس، هذا 8 بتس، وبالتالي يعطيني 32 بتس اللي هم هنا بالباينري مكتوبين. الدوت شنو الدوت؟ مثل ما تلاحظون واضح جدا انه بالباينري، من اكتب الاي بيات بطريقه الباينري ما اخلي دوت بين بايت وبايت، هذا بايت وهذا بايت، ما اكو بيناتهم دوت، مباشره يكتب الاي بي. لكن بالديسيمال بين بايت وبايت شنو اخلي؟ اخلي دوت. واضح شباب؟ هذه هي طريقه التمثيل، مره باينري نوتيشن، مره ديسيمال نوتيشن. واضح؟ زين، اذا اريد احول هسه، اريد احول مثلا عندي اي بي بالباينري اريد احوله للديسيمال، او بالعكس عندي اي بي ديسيمال اريد احوله للباينري. واضح؟ خلينا نشوف اذا اريد احول من الباينري للديسيمال. شباب، طريقه كل واحد، اكو عده طرق للتحويل من الباينري للديسيمال، وانتم ماخذينها المفروض بالمرحله الاولى بماده اللوجيك ديزاين. اوكي، انا الطريقه اللي عندي الاسهل هي انه هذا هو 8 بتس، هذا هسه ايش قد بايت؟ 8 بتس. 8 بتس هي من 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، 2 اس 4، 2 اس 5، 2 اس 6، 2 اس 7. واضح؟ هذه هي 8 بتس. 2 اس 0 1، 2 اس 1 2، 2 اس 2 4، 8 16 32 64 128 مضاعفات الرقم. واضح؟ كلها هذه صفارة، وين عندي واحد؟ فقط بال 128، إذا هذا هو الرقم هو 128. واضح؟ أوكي، نجي للرقم الآخر 2 أس 0 1، بس بالواحد عندي بي واحد، إذا موجود واحد، واحد، اثنين صاروا ثلاثة، الاثنين شو يصير؟ أربعة، الأربعة صفر ماكو، الأربعة شو يصير؟ ثمانية، الثمانية موجودة. هنا 8 عندي، وهنا 3 ايش قد؟ 11، هذه 11، والبقيه صفارة ما يحتاج احسبهم. اجي لهذا الرقم 2 اس 0 1، عندي 1، 2 اس 1 2، 2 ومنها عندي 1 3، والبقيه صفارة ما احسبهم، ما هي 3. واضح؟ اجي لهذا الرقم 2 اس 0 1، 2 اس 1 2 صاروا 3، 2 اس 2 4 ومنها 3 7، 2 أس 3 8 و7 عندي صاروا 15، 2 أس 4 16 ومنها عندي 15 31، إذا هذه هي ال 31. واضح شباب؟ هذه أحولت من الباينري للديسيمال، وهنا عندي إذا أريد أحول بالعكس من الديسيمال إلى الباينري، قلنا كل رقم هذا هو ايش قد؟ هو 8 بتس، فالعشرة شلون تكتب العشرة بالباينري؟ تكتب بهذا الشكل 8 بتس، أوكي؟ وهذا واحد، تنزل أصفار البقية، وهذا واحد وهذا واحد. اوكي، هنا ملخص عام انه الاي بي ادريسز، عناوين الاي بي تكتب بطريقه الديسيمال فورمات، 4 سكشنز، 4 بايتات، 4 سكشنات، 1 2 3 4، كل سكشن هو شنو؟ هو بايت، ويفصل ار سيبريتد باي دوتس، يفصل ما بين واحد وبايت وبايت بدوت. اوكي، each section شباب هاي مهمة، each section، كل section contains a number between 0 to 255. كل section، كل بايت، كل هذا واحد بايت هو عبارة عن ايش قد؟ 8 بتس. 2 اس 8 256، ايش قد الرينج مال 256؟ هو من 0 الى 255. واضح؟ اذا اول اي بي هو ايش قد؟ هو 0000، هذا اول اي بي. واضح شباب؟ اخر اي بي ايش قد راح يكون؟ راح يكون 255 255 255 255. هذه العدد الاي بيات من 0000 الى 255 255 255 255 ايش قد عددهم؟ عددهم 2 اس 32، ما يعادل 4 مليار تقريبا وكسور. اوكي؟ زين.
هنا أنا هاي اكزامبلات، اكزامبل 3 واني يقول نعطيك اي بيات بالباينري، يقول لك حولها للديسيمال. هنا أنا بالعكس من الديسيمال حولها للباينري. هنا شباب نعطيك مجموعه من الاي بيات، يقول لك شوف لي اياها صح لو خطا. الاي بي الاول 111.56.045 ماكو هيك قيمه. اوكي اذا هذا الاي بي ايرور، والايرور هو هذه 0.45. الاي بي الثاني 1 2 3 4 5 هذا الاي بي 5 سكشن، ما عندي اي بي 5 سكشنز، هو الاي بي 4 سكشنز فقط. الثالث هنا أنا عندي 75 45 301، ماكو عندي 301، ماكسيمم هو 255. واضح ماكسيمم 255 الاي بي رينج من 0 الى 255. ليش؟ لانه انا عندي السكشن الواحد هذا هو بايت، والبايت 8 بتس، 2 اس 8 256، 256 ايش تعطيني رينج من 0 الى 255. فال 301 خطا، الاي بي الرابع ايضا خطا. ليش؟ لانه البايت الاول كاتبه بالباينري وبقيه البايتات كاتبها ديسيمال، ما يصير باينري وديسيمال، يا اما كله باينري يا اما كله ديسيمال. واضح؟ شباب نجي موضوع الكلاسفول ادريس سينج. بما انه عدد الاي بيات ضخم جدا 4 مليار وكسور، فلا يمكن السيطره عليه الا بتجزئته. فقالوا خلي نسوي كلاسات وفقا لهذا العدد، نسوي كلاسات اللي هو من 0 الى 255. اوكي نقسم كلاسات الكلاس فول، واكو عندي كلاس ليست. هسه بالاكزامبلات وبالشغل راح نعرف نشوف شنو هو الكلاس ليست، وراح نعرف ليش سووا الكلاس ليست وشنو الفرقه عن الكلاس فول. اوكي فبدايه نبدا بالكلاس فول ادريسنج. نجي شباب انا عندي هذا اي بي 4 بايتات، هذا فيرست بايت، سكند بايت، ثيرد بايت، فورث بايت، 4 بايتات. اجي اشوف البايت الاول فقط، ما لي علاقه ببقيه البايتات، ما لي علاقه ببقيه البايتات. البايت الاول اذا كان قيمته من 0 الى 127 اذا هذا هو كلاس A، اذا هذا هو كلاس A. اذا كان من 128 الى 191 اذا هو كلاس B، 192 الى 223 هو كلاس C، 224 الى 239 هو كلاس D، من 240 الى 255 هو كلاس E. اذا تلاحظون شباب بديت اني بالصفر وانتهيت بال 255، غطيت الرينج كله اللي هو من 0 الى 255. اذا هذا هو تقسيم الكلاسات شباب. اذا اي اي بي يجيك اقول لك شنو الكلاس مال هذا الاي بي، تروح على البايت الاول تشوف الرينج مالته وين لي وين، عليها تحدد الكلاس. طبعا الكلاسات المستخدمه هي كلاس A وكلاس B وكلاس C. كلاس D هو مالتي كاست، وكلاس E ريسيرفد فور فيوتشر يوز. اوكي هنا عندك اكزامبل، نعطيك مجموعه من الاي بيات باينري وديسيمال، يقول لك حدد لي الكلاس مالتها، حدد الكلاس مالتها. اوكي هنا عندك الكلاسات والبلوك مالتها، حجم البلوك اوكي لكل كلاس، وهنا حتى نعطيك الكلاس هل هو يونيكاست او شنو مالتي كاست. اوكي زين نجي هنا شباب عندي موضوع مهم اللي هو النت اي دي اند هوستد نتورك، هذه باعتبارها نتورك اي بي والهوست اي بي. العفو شباب، هوست يعني بها حاسوب، هوست يعني حاسبه. اوكي نت اي دي يعني اي بي الشبكه واي بي الحاسوب. زين زين شباب قبل لا ادخل بهذا الموضوع اريد اشوف اني ليش احتاج اي بي للشبكه وليش احتاج اي بي للحاسوب. اني على سبيل المثال اذا عندي مثلا ثلاث شبكات، عندي ثلاث شبكات كل شبكه بها 10 حاسبات، اني اذا اريد اوصل للحاسبه رقم 5 بالشبكه رقم 1 شلون اوصل لها؟ لازم بدايه اوصل للشبكه رقم 1 بعدين اوصل للحاسبه بداخل الشبكه. فهذه الشبكه رقم 1 شلون اوصل لها؟ اوصل لها لازم عن طريق اي بي. هذا الاي بي يسمى عنوان الشبكه ويسمى نتورك اي بي. يعني من اوصل لعنوان الشبكه اقدر اوصل لحاسبه بداخل هذه الشبكه. ونفس الشيء اذا اريد اوصل للشبكه رقم 2 ايضا لازم اوصل للاي بي مالت الشبكه نتورك اي بي، بعدين اوصل لحاسبه بداخل الاي بي. ولذلك قسموا الاي بيات، الاي بيات انا من اجي اشتغل احدد
الاي بي تبع الشبكه ويسمى نتورك اي بي. بعدين احدد الاي بيات للحاسبات بداخل هذه الشبكه، واضح؟ وقسموها على الكلاسات. شلون قسموها على الكلاسات شباب؟ اجي كلاس A. كلاس A طبعا هو الاي بي 4 بايتات، هذا الشيء منتهي من عنده. كلاس A ياخذ البايت الاول نتورك اي بي وثلاث بايتات هوست اي بي. اوكي، اذا ايش قد عدد الحاسبات بكلاس A؟ ايش قد عدد الحاسبات بكلاس A؟ واضح جدا انه هي ثلاث بايتات، كل بايت 8 بيتس، 3 في 8 24، اذا 2 اس 24. عدد الهوست وين؟ بكلاس A، 2 اس 24، رقم ضخم. كلاس B ياخذ بايتين نتورك اي دي وبايتين هوست اي دي، بايتين هوست اي دي. اذا ايش قد عدد الحاسبات بكلاس B؟ 2 اس 16، 2 اس 16 بايتين، 2 اس 16. كلاس C ياخذ 3 بايتس نتورك اي بي وبايت واحد فقط ياخذ هوست اي بي. اذا ايش قد عدد الحاسبات بالكلاس C؟ هو 2 اس 8 يعني 256 عنوان فارغ عندي للحاسبات. واضح؟ طبعا اكو فد ملاحظة، بعدين احنا دائما نطرح 2 من عدد الادريسات، يعني انا اذا عندي 100 ادريس ما اقدر اربط بيهم 100 حاسبة، لا اربط بهم 98 حاسبه. ليش؟ لان دائما اكو عندي ادريسين اطرحهم. شنو هم ذول الادريسين شباب؟ الادريس الاول، دائما الادريس الاول يكون هو عنوان لهذه الشبكه يسمى نتورك اي بي، واضح؟ والادريس الاخير دائما يسمى البرودكاست اي بي، برودكاست اي بي، وهو اي بي البث اللي من خلاله اقدر اربط هذه الشبكه، أبث يعني أربطها بشبكة الإنترنت. واضح؟ فدائما إيش قد عندي عدد الأدريسات؟ مثلا إذا عندي عدد الأدريسات قلنا 100، إذا إيش قد عدد الحاسبات اللي أقدر أربطهم على 100 أدريس؟ هم 98 حاسوب، لأنه أدريسين عندي أطرحهم دائما، هذول الأدريسين هم واحد من عندهم نتورك أي بي وواحد من عندهم برودكاست أي بي، وهسه راح ناخذها بالإكزامبلات. أوكي؟ كلاس دي Multicast Addresses، وكلاس E هو محجوز لاستخدام المستقبلي، وطبعا أصلا أكو دول استخدمتها وراح وخلاص، احنا بعدنا على القديم شباب للأسف الشديد، لأنهم دخلوا بالIoT Internet of Things. فأنت بنتعرف كل الأجهزة وكل الأشياء على الإنترنت راح تعرفها عن طريق IP، فالIPات بعد يعني عدهم ما تكفي، ف اصلا هم استخدموا هذه الاي بيات كلها تبع الاي بي فيرجن 4، واصلا ظلوا يستخدمون اي بي فيرجن 6 لان اي بي فيرجن 4 قبط عندهم انتهى. واضح؟ هذه مواضيع اخرى ما اريد ندخل بيها، احنا موضوعنا اليوم هو كيفيه حساب ودراسه الاي بي فيرجن 4. اوكي؟ زين. نجي هسه الفتشي اسمه الماسك. فتشي اسمه الماسك. شباب بالكلاس فول، بالكلاس فول الماسك جدا بسيط، الماسك جدا بسيط. بالكلاس ليس شويه الماسك عندي بيه مشكله، لان الماسك يكون مو افتراضي بعد، مو ديفولت ماسك، لا لازم اني اكتب الماسك. اوكي، الماسك او بما يسمى قناع الشبكه او ديفولت ماسك، هنا يدعى ديفولت ماسك. الماسك لكلاس A، الماسك لكلاس A هو سلاش 8. شنو يعني سلاش 8 شباب؟ معناها عندي أول بايت بالآي بي كله وحدات، أول بايت بالآي بي كله وحدات. من هو أول بايت؟ هذا أول بايت شي يكون كله وحدات. هذا من يكون كله وحدات يعني فول. من أقول أن البايت فول هو رينج من 0 لل 255، من أقول فول يعني شنو؟ يعني 255 0 0 0. إذن الماسك لكلاس A ثابت ستاندر هو 255 0 0 0، بس شرط أنا شنو دا أشتغل؟ دا أشتغل كلاس فول. أوكي؟ زين. بكلاس B تشوفه هنا سلاش 16. شنو يعني 16؟ يعني أول بايتين
كلهم وحدات، هذا البايت الأول كله وحدات وهذا البايت الثاني كله وحدات، كله وحدات يعني فول، هذا أول البايت. من يفول إيش قد يعني قيمته؟ 255 255 0 0. إذا الماسك ستاندر لكلاس بي إيش قد؟ هو 255 255 0 0. بالنسبة لكلاس سي سلاش 24 يعني أول ثلاث بايتات كلها وحدات، كلها وحدات يعني فول، يعني 255 255 255 0. واضح شباب؟ هذا هو الماسك الافتراضي للكلاسات، الكلاس A وكلاس B وكلاس C. من راح ناخذ الكلاس ليست راح نعرف شلون نحسب له الماسك بطريقة أخرى. أوكي؟ زين. أجي هنا موضوع عندي السبنتينج، طبعاً أنا هسه ماكو إكزامبل هنا على الماسك. خلنا ناخذ السبنتينج شباب ونبدأ ناخذ بالإكزامبلات ونحلها لأن هي تربط كل المواضيع. أوكي؟ خلي نفتهم شنو السبنتينج شباب. السبنتينج يعني هو التجزئة. زين أنا ليش أحتاج تجزئة؟ وتجزئة شنو؟ انتبهوا يا شباب على هذا المثال راح أشرح لك إياه. مثلاً على سبيل المثال أنا عندي كلية العراق الجامعة. كلية العراق الجامعة عبارة عن شبكة، شبكة اسمها IUC، كلية العراق الجامعة. هذه الشبكة بداخلها يوجد عدة شبكات، شبكة لكل قسم، شبكة لقسم، شبكة قسم هندسة تقنيات الحاسوب، شبكة قسم هندسة الاتصالات، شبكة قسم الهندسة المدنية، أكو عندي شبكة للعمادة، أكو عندي شبكة خاصة بالإدارة management. واضح شباب؟ أكو عندي شبكة خاصة للآيتي. إذن أكو عندي شبكة أم وبداخلها عدة شبكات فرعية. بداخل كل شبكة فرعية شنو أكو عندي؟ أكو عندي أجهزة اللي هي هنا راح تكون حاسبات أو موبايلات. واضح شباب؟ فهذا الموضوع إنه أنا عندي شبكة أم ومقسمة إلى شبكات فرعية، وبكل شبكة فرعية أكو عندي حاسبات، هو هذا هنا أنا أحتاج السبنتينج. هاي هنا شنو راح أحتاج؟ راح أحتاج موضوع السبنتينج. أوكي شباب؟ إن شاء الله يكون واضح هسه شنو هو السبنتينج. هذا هنا هو رسم على السبنتينج. أنا هسه هنا راح أشرح لكم إكزامبل حتى يكون واضح جدا. أوكي؟ قبل لا ندخل بالسبنتينج، دائما أنا من عندي شبكة شباب، أكو عندي شبكة معينة. هذه الشبكة الفيرست أدريس بيها، أول عنوان بالشبكة وآخر عنوان بالشبكة اللاست أدريس. أنا من أعرف أول أدريس وآخر أدريس أقدر أعرف الأدريسات اللي بيناتهم كلهم. هذه نقطة. النقطة الثانية، شلون أقدر أعرف عدد الأدريسات بهذه الشبكة؟ عندي شبكة لا على التعيين ما أعرفها، أريد أطلع عدد الأدريسات بهذه الشبكة وأريد أشوف أول أدريس وآخر أدريس. أوكي؟ زين. أجي هنا إكزامبل، طبعا هي أكو عدة طرق فرح نأخذها هسه كلها على شكل إكزامبلات. عندي هنا إكزامبل يقول لك أكو عندك منظمة صغيرة أو مؤسسة أو أيا كان، نعرف واحد عنوان واحد فقط من هذه المؤسسة. هذه المؤسسة هي عبارة عن شبكة، عندنا IP واحد فقط من هذه الشبكة اللي هو 205.16.37.39/28. أوجد first address in the block، أوجد لي الأدريس الأول. هل هذا هو الأدريس الأول بهذه الشبكة؟ ما أعرف، لازم أحل حتى أقدر أعرف الأدريس الأول وأعرف الأدريس الأخير وأعرف عدد الأدريسات بهذه الشبكة. الطريقة كالآتي شباب، وقلنا أكو عدة طرق. طبعا قبل لا أحل هذا الإكزامبل شباب، قبل لا أحل هذا الإكزامبل، بما أنه هنا صار عندي هذا سلاش 28، قبل شوية أنا شرحت بالكلاسات بالماسك. كلاس A هو سلاش 8، كلاس B سلاش 16، كلاس C
هو سلاش 24 فقط، كلاس A B C ما عندي غير كلاس. هذا سلاش 28 شنو العد؟ شباب كلاس 28 هو هذا الكلاس لس، هو هذا اللي يسمونه كلاس لس. اذا الكلاس فول، الكلاس فول هو ستاندر كلاس A كلاس B كلاس C. كلاس A الصبنة الماسك مالته هو 255.000، كلاس B 255.255.000، كلاس C 255.255.255.0. واضح شباب؟ على سبيل المثال إذا أخذت آني كلاس C، كلاس C 255.255.255.0/24. خلي أرجع لهنا حتى يكون أوضح، أنا آسف شباب، أنا خلي أرجع له حتى يكون عندي أوضح. هذا كلاس C، إذا أخذت كلاس C على سبيل المثال هذا هو وهذا هو الماسك مالته، أوكي سلاش 24. أفرض أنا أريد محتاج 50 عنوان فقط، أريد 50 عنوان حتى أمثلهم لـ50 حاسوب، أوكي؟ طبعاً أنا هنا أنا شباب عندي هذا البايت الأول والبايت الثاني والبايت الثالث بكلاس C، شنو هم ذول البايتات الثلاثة؟ هذول Network ID، Network ID. منو عندي الهوست ID؟ فقط هذا الID، فقط هذا البايت، فقط هذا البايت هو الهوست ID. فمن أجي أرد أضيف حاسبات أو أسوي عناوين الحاسبات، IPات الحاسبات، منين أسويها؟ أسويها فقط على هذا البايت، فقط على هذا البايت. هذا البايت هو 8 بت، 8 بت شباب، 8 بت، 2 أس 8 256. إذا إيش قد راح ينطيني رينج؟ ينطيني رينج من 0 إلى 255. زين 256 أدرس، 256 أدرس آخذ من عدها الـ50 IP اللي أنا أريده، إيش قد راح يبقى عندي شاغر؟ راح يبقى عندي شاغر 206 أدرس، 206 أدرس. هذه أدرسات شاغرة فارغة، يعني صار عندي ضياع بالأدرس، بالأدرسز صار عندي ضياع بالعناوين. ليش؟ لأنه أنا محكوم، محكوم هنا بالسلاش 24. آخر شيء بالكلاس فول عندي منه هو كلاس C. كلاس C إيش قد يأخذ؟ سلاش 24، 32 اللي هو طول الآي بي الكلي ناقص 24 إيش قد ينطيني؟ ينطيني 8، 2 أس 8 256. هذا آخر كلاس بعد، هذا حده، هذا حد آخر شيء كلاس C، ينطيني أقل شيء 256. أخذت 50 مالتي إيش قد بقى؟ بقى عندي 206. واضح؟ إذا هسه أكو عندي 206 أدريس ضايعات راح يضيعن، ما راح استفاد من عندهم أي شيء. وين دا أشتغلاني كلاس فول؟ ولهذا السبب شباب، ولهذه المشكلة صار عندي مصطلح اسمه الكلاسلس، الكلاسلس. الكلاسلس ما مقيد بالكلاس A ولا بالكلاس B ولا بالكلاس C، وما إلى قانون ثابت مثل ذني الكلاسات. الكلاسلس شباب شلون يشتغل؟ خليني أرجع للإكزامبل حتى نشوف عدد الاي بيات اللي راح يضيعن، راح يقل. هسه احنا هناك ايش قد صار عندي عدد الاي بيات المهددات بالضياع؟ 206 اي بي، على سبيل انا محتاج 50 حاسوب، اوكي. زين اذا استخدمت مثلا قلت سلاش 28، زين 32 اللي هو طول الاي بي الكلي، 32 ناقص 28 4، صح لو لا؟ 4. 2 أس 4، 2 أس 4 16، أوكي. إذا إيش قد ينطيني؟ ينطيني 16 أدرس. أنا إيش قد أحتاج؟ أحتاج 50 أدرس على الأقل. إذا ما يفيدني سلاش 28، أوكي. زين إذا أخذت سلاش 26، أخذت سلاش 26، أوكي. سلاش 26، 32 ناقص 26، 32 ناقص 26 ايش قد راح تنطيني؟ راح تنطيني 6. 2 أس 6
2 و6 64. 64 اخذ من عندها 50 اي بي اللي انا محتاجهم لحاسباتي، ايش قد يبقى عندي طايف؟ زايد 14 اي بي مهددات بالضياع. منو افضل؟ 206 اي بي يضيعن لو 14 اي بي يضيعن؟ اكيد 14 اي بي الخساره صارت اقل. ولذلك شباب صار عندي مفهوم الكلاس لس. الكلاس لس هو اني انطي هنا قيمه بحيث اقل نسبه ضياع وبعيده عن الستاندر مالت الكلاسات، بعيده عن الستاندر مالت الكلاسات. اوكي، هذا كلاس A وكلاس B وكلاس C، هذه كلاس A وB وC، هاي الستاندرات مالت الكلاس فول ومحدده بهذا فقط، غصب يعني لازم انا اشتغل ضمنها. الكلاس ليس بعد ما محدد بهذه الكلاسات نهائيا، يشتغل وحده، والوظيفه من عند الكلاس ليس هو لتقليل الضياع اللي يصير عندي بالاي بيات. واضح شباب؟ زين، اجي هسه اكمل السؤال مالتي. ان شاء الله مفهوم شنو الفرق بين الكلاس فول والكلاس ليس. وانا هسه عندي صوره جوا بالستجينه بالاكزامبلات راح تبين الفرق اكثر. المطلوب عندي بهذا السؤال، ارجع لهذا السؤال، عندي اي بي ضمن مؤسسه معينه، فقط عندي اي بي لا على التعيين، ارد اعرف اول اي بي لهذه الشبكه، اول اي بي لهذه الشبكه، ايش اسوي شباب خطوات الحل؟ اول خطوه اسويها اكتب الاي بي بطريقه الباينري، احول الاي بي الى باينري. اوكي، حولت الاي بي الى باينري. اجي الخطوه الثانيه شباب، هذا سلاش ايش قد؟ سلاش 28. اني طول الاي بي الكلي ايش قد؟ 32 بتس. 32 ناقص 28 تساوي 4. اذا كم بت عندي؟ 4 بتات. اجي اول 4 بتات، اول 4 بتات من جهة اليمين. اوكي شباب؟ من جهة اليمين اول 4 بتات احولها الى صفارة. نفس هذا الاي بي بالضبط، جبته خليته هنا، اول 4 بتات سويتها صفاره. ليش 4 بتات؟ لان انا قلت 32 ناقص 28 ايش قد؟ 4. خليت سويتهن 4 بتات صفاره. ارجع هسه اكتب هذا الاي بي بصيغه الديسيمال، راح يصير عندي 205 16 37 32. اذا اول اي بي فيرست ادريس بهذه السمول اورجنايزيشن، المؤسسة أو المنظمة الصغيرة بهذه الشبكة، أول آي بي هو 205 16 37 32. واضح شباب مفهوم الطريقة؟ زين، إذا أريد أوجد لاست آي بي، إذا أريد أوجد لاست آي بي، أجي شو أسوي أول شغلة؟ هذا الآي بي نفسه أحوله إلى باينري، أول 4 بتات أحولها إلى وحدات، أول 4 بتات 1 2 3 4 احولها الى وحدات، واحول ارجع احول الاي بي الى ديسيمال، ايش راح يصير عندي؟ 205 16 37 47. اذا لاست ادريس، لاست ادريس لهذه الشبكه سمول اورجنايزيشن اللي هذا اي بي من عندهم، لاست ادريس هو 205 16 37 47. فيرست ادريس هو 205 16 37 32. اذا انا هسه وجدت فيرست ادريس ووجدت لاست ادريس، منو بقى عندي؟ بقى عندي عدد الادريسات الكلي، عدد الادريسات الكلي. عدد الادريسات شلون اوجده شباب؟ اقول 32 اللي هو العدد الكلي ناقص 28 يساوي 4، 2 اس 4 16 ادريس. اذا عندي 16 ادريس شباب، واضح؟ which means that number of addresses is 2 اس 32 ناقص 28 ويساوي 16 ادريس. واضح شلون وجدت الفيرست ادريس واللاست ادريس اضافه الى عدد الادريسات؟ هذه طريقه. طريقه اخرى شباب، طريقه اخرى لايجاد الفيرست ادريس واللاست ادريس وال number of address عدد الادريسات، هي طريقة الاند والاور.
نفس الاكزامبل، نفس الاي بي ذاك اللي فوق اخذناه قبل شويه 205 16 37 39 سلاش 28 نفسه بس بغير طريقه. اذا اريد اوجد الفيرست ادريس طريقه الاندنج، اذا اريد اوجد الفيرست ادريس اجيب الاي بي مالتي اللي هو 205 16 37 39 سلاش 28 احوله الى الباينري، احوله الى الباينري واكتب الماسك مالته. شباب احنا قلنا هذا الاي بي هو كلاسلس، هذا الاي بي هو شنو؟ هو كلاسلس. كلاسلس يعني ما الى ماسك ثابت، صح لو لا؟ لانه انا بالكلاس فول من احدد كلاس هو اي او بي او سي راسا اعرف الماسك مالته ايش قد. بالكلاسلس شلون اكتب الماسك؟ هذا الرقم شباب دائما هذا الرقم هو عدد الوحدات، هو عدد الوحدات. فمن يقول لك سلاش 28 يعني اكو عندك 28 واحد والبقيه شو تنزلهم؟ صفاره. واضح؟ مجموع هذول كلهم ايش قد؟ 32 بتس. اوكي؟ اسوي اندنج جيت اند ماخذينه بالمرحله الاولى باللوجيك ديزاين. الاند ايش وقت ينطيني واحد؟ فقط من عندي واحد واحد ينطيني واحد، فقط من عندي واحد واحد ينطيني واحد. فواحد صفر صفر، واحد صفر صفر، واحد صفر صفر، صفر صفر يعطيني صفر، صفر واحد صفر، واحد واحد شنطاني واحد، وهكذا إلى آخره. إذا شباب الفيرست أدريس عندي هو هذا، هذا هو الفيرست أدريس. حوله للديسيمال راح يطلع لك فيرست أدريس اللي هو راح يطلع 205 16 37 32. أوكي؟ هذا الفيرست ادريس. لاست ادريس شلون احسبه؟ احسبه بطريقه، اولا انزل الادريس مالتي، هذا هو الادريس مالتي بالباينري. هذا الماسك اللي وجدته اسوي له كومبلمنت. شنو يعني كومبلمنت؟ يعني الواحد يصير صفر والصفر شو يصير؟ يصير واحد، فنزله جوا. هذا هو الادريس الاصلي، هذا هو الماسك كومبلمنت، هذا هو الماسك كومبلمنت نزلته جوا. اسوي له اور جيت اور. اوكي الاور شنطيني واحد واحد واحد، واحد واحد واحد، واحد واحد واحد، صفر واحد شنطيني واحد فقط. شو وقت ينطي صفر؟ فقط بالصفر صفر، فقط بالصفر صفر ينطي صفر. هاي اذا يطلع لي هذا هو اللاست ادريس. كتبه بالديسمال راح يصير 205 16 37 47. واضح شباب؟ عدد الادريسات، عدد الادريسات شلون اوجد عدد الادريسات؟ شو اقول؟ اخذ كومبلمنت للماسك، هذا كومبلمنت للماسك. ايش قد الرقم هذا شباب؟ صفر صفر صفر، هذا ايش قد الرقم اذا حول للديسمال؟ 15. هذا الرقم هو 15. اقول هذا الرقم اللي طلع لي زائد واحد، هذا الرقم اللي طلع لي زائد واحد، ف 15 زائد واحد تساوي ايش قد؟ 16، يعني هو 16 ادريس. واضح شباب؟ اوكي نجي اكزامبل اخر هنا شباب. عندي اكزامبل اخر يقول لك عندك اورجنايزيشن منظمه او مؤسسه معينه. هذا الاكزامبل مهم جدا شباب، انتبهوا وياي هنا راح تفتهم الفكره اكثر، لهنا حتى راح يطلع الرينج مال السبنت، راح يطلع الرينج لكل سبنت. واضح؟ عندي مؤسسه معينه، هذا اي بي من عندهم، هذا واحد من الاي بيات 222 33 44 0 needs at least 4 subnets. على الأقل هذا الاي بي مال شبكة الأم أريد أقسمه على الأقل إلى أربع شبكات فرعية، على الأقل. أوكي أريد أقسمه إلى أربع شبكات فرعية. السؤال الأول يقول لك شنو هو الديفولت ماسك لهذا الاي بي؟ السؤال الثاني يقول لك ايش قد عدد البتات اللي تحتاجها حتى تمثل أربعة سبنت؟ السؤال الثالث يقول لك شنو هو السبنت ماسك؟ شنو هو السبنت ماسك؟ انت راح يكون عندك تو ماسك، عندك ماسك للشبكة الأم وعندك بعدين ماسك لكل سبنت، عندك ماسك لكل سبنت لازم يكون. How many hosts will be available on each of these subnets؟ انت مو عندك اربعة سبنت، كل سبنت كم حاسبة راح تكون بي؟
اوكي، كل سب نت واحد، يعني كل شبكه فرعيه واحده، كم عدد، كم حاسبه راح تكون بها؟ النقطه الخامسه والاخيره يقول لك find the range of these subnets. انت مو طلعت عدد الحاسبات في كل سب نت، اكتب لي الرينج. سب نت 1 من يا اي بي ليا اي بي راح يكون، سب نت 2 من يا اي بي ليا اي بي، وهكذا. نجي نحل شباب. اول سؤال يريد الديفولت ماسك، يقول لك the IP address is class C. هذا الاي بي يا كلاس، اروح على البايت الاول، البايت الاول هو ضمن رينج كلاس سي 222، كلاس سي. كلاس سي ايش قد الماسك مالته؟ 255 255 255 0. هذا هو، اذا هذا كلاس فل. اوكي، هذا كلاس فل مو كلاس ليس. اوكي زين، how many bits do we need to represent for subnets؟ اني اول ثلاث بايتات اوريدي انشغلوا عندي، بعد ما اقدر اشتغل بيهم اي شيء. اول ثلاث بايتات شنو صاروا؟ صاروا فل، بعد ما اقدر اشتغل بيهم اي شيء. منو بقى عندي؟ بقى عندي البايت الاخير، البايت الاخير. هذا البايت الاخير كم بيتس؟ 8 بيتس، 8 بيتس. اجي هنا انا اخلي اكبر هنا. المطلب الثاني يتعدد البتات. قلنا ذولا كلهم فول ما اقدر اشتغل بيهم، ينزلون 255 255 255. هذا البايت هو 8 بيتس، هاي الثمان بتات، 1 2 3 4 5 6 7 8. كم بت احتاج حتى امثل 4 سبنت؟ اقول 2 اس 1 2، انا عندي 4 سبنت اذا ما يفيد. 2 اس 2 4، اذا 2 بيتس كافي، 2 بيتس كافي حتى امثل 4 سبنت. اذا كم بت تحتاج؟ بتين، اذا هذا البت وهذا البت اخذتهم. We need 2 bits to represent 4 subnets. واضح شباب؟ اجي للمطلب الثالث. المطلب الثالث يريد السبنت ماسك، يريد الماسك للسبنت، يريد الماسك لمن؟ للسبنت، مو للشبكة الأم. الشبكة الأم وجدناه 255 255 255 0. السبنت الفرعية ايش قد راح يكون الماسك لها؟ هذول ثابتات ينزلون 255 255 255 255. هذا اللي اخذت من عنده بتين صاروا وحدات، من اعيد كتابته بالدسمال ايش قد يصير هذا؟ 1 2 4 8 16 32، هذول كلهم ما ينحسبون، 64 128 128 زاد 64 ايش قد ينطيني؟ 192. اذا السب نت ماسك ايش قد؟ 255 255 255 192. واضح شباب؟ المطلب الرابع شنو يريد؟ يريد عدد الحاسبات في كل سب نت، عدد الحاسبات في كل سب نت. انا الاي بي كله هو هذا، الاي بي كله هذا، هذول اول ثلاث بايتات انتهوا، بعد ما عندي بيهم شيء. اجي لهذا البايت، هذا البايت اخذت من عنده بتين حتى امثل بها الصبنه الفرعيه. ايش قد بقى عندي؟ بقى عندي 6 بتات، 1 2 3 4 5 6. عندي فقط 6 بتات اقدر اخليهم لمن؟ للحاسبات اللي بداخل الصبنه. واضح؟ 2 اس 6 ايش قد؟ 64. 2 اس 6 64. ناقص 2 ايش قد تساوي لي؟ تساوي 62. شنو هاي الناقص 2 شباب؟ شرحتها قبل شويه، قلت هذه هي اول باي، اول ادريس اللي هو شو يسمونه؟ نتورك ادريس، واخر ادريس والذي يسمى برودكاست ادريس. هذول دائما انقصهم لان ما اقدر اربط بهم حاسبات. اذا عدد الاي بيات اللي اقدر اخلي بها حاسبات هي 62 اي بي. هاي إذا يقول لي عدد الاي بيات اللي اريدها، شوف السؤال شو يقول، how many hosts will be available on each of these subnets. فقلنا ايش قد؟ قلنا 64 ناقص 2. زين اذا قال لي how many addresses will be available، how many addresses ما ناقص 2، لان هو دا يقول لي ايش قد عدد العناوين، عدد العناوين 64 available عندي. ليش 64؟ لان هاي ناس 6 بتات بقوا، 2 اس 6 64. فإذا يقول لي عدد العناوين 64 عنوان،
لكن إذا يقول لي عدد الحاسبات، لا، عدد الحاسبات 62، لأن أكو عنوانين ما أربط بهم حاسبات، واحد من عندهم يعتبر Network IP، واحد من عندهم Broadcast IP. واضح شباب؟ المطلب الخامس والأخير يقول لك Find the range of these subnets. شلون أوجد الرينج؟ أجي شباب 222 33 44 هاي تنزل ما عندي أي بها مشكلة بها وما أقدر أشتغل بها نهائيا، لأن هي هذه كلاس سي، وكلاس سي البايت الأول والبايت الثاني والبايت الثالث شو يعتبر؟ يعتبر نيتد، يعتبر نيت آي دي، يعتبر نيت آي دي، فما أقدر أشتغل به. شغلي وين يكون؟ شغلي يكون بالهوست آي دي. شغلي وين؟ بالهوست آي دي فقط. واضح؟ فالصبنت الأول الرينج مالته، طبعا الصبنت الواحد كم عنوان بي؟ 64 عنوان، صح لو لا؟ 64، إذا من 0 إلى 63، من 0 إلى 63 ايش قد؟ 64. واضح شباب؟ 222 33 44 0، هذا شو يعتبر الاي بي؟ هذا الاي بي ما راح تربط به حاسبه، هذا الاي بي شو يعتبر؟ يعتبر نيتورك اي بي لسبنت 1، يعتبر نيتورك اي بي لسبنت 1. لعد اول حاسب ايش قد راح يكون الاي بي مالتها؟ 222 33 44 1. ثاني حاسبه 222 33 44 2، وهكذا الى ان يصيرون عندي 62 حاسوب في كل سبنت. واضح شباب؟ اجي للسبنت الثاني، وين راح يبدي؟ راح يبدي هنا وصل 63، هذا وين راح يبدي؟ راح يبدي بال 64، 222 33 44 64 64 و64 128. انت اصلا بادي بال 64، اذا وين يوصل؟ 127. اذا نتورك اي بي، نتورك اي بي لسبنت 2 هو منو؟ هو 222 33 44 64. اذا اول حاسوب، اول حاسوب بسبنت 2 ايش قد راح يكون الاي بي مالته؟ 222 33 44 65. ثاني حاسوب 66، ثالث حاسوب 67، وهكذا. السبنت الثالث ايضا راح يكمل، راح يبدي ب 128 او عده 64 لل 191. السبنت الرابع والاخير شباب، لان هنا 4 سبنتس، سبنت الرابع والأخير راح يكون من 192 إلى 255، وبهذا ينتهي شباب السؤال. الحد هنا شباب تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نكمل الشابتر، عندنا بعد بي إكزامبلات ومواضيع راح نشرحها. أوكي، أريدكم تقرون شباب هذا الموضوع كلش مهم، تقروه. واي سؤال عندكم شباب كتبوا لي بالجروب بالتليجرام، احنا عندنا جروب لكل الطلاب الصباحي والمسائي، كتبوا لي شباب اي سؤال عندكم، اي استفسار كتبوا لي بالتليجرام او تكتبوا لي عن طريق موقع الجامعه، اي سؤال اي استفسار انا حاضر للاجابه. شكرا جزيلا لكم شباب.